السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على موتيبي، ويقال بأن كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب ستكون الأفضل في تاريخ القارة. شو كيفاش حنا قبل لا نبداو كاين واحد هذا المخلص، يعني بعد ما يريد، يعني دائما وين يريد الكذب على الشعب الجزائري بأن الرقراقي قال لهم اسمعوا الرقراقي واش قال، ولعبها شاد راسه بعد المخلص في اليوتيوب على كشفوا في التسريبات تاعو. الرقراقي واش قال الرقراقي؟ انا مانيش ندافع على الرقراقي، بصح ما تكذبش، قلت لك راني موراك على تكذب عليه. تكذب على الحاج محمد راوراوا، وصفت صادي، وصفت بأبشع كلمات، والناس كانت عاين تاع الناس لو قلبتها على والد الرقراقي، وتقول له والد الرقراقي كوم شي قانون باهاماس. قانون باهاماس جبتو انت واسبانيولي اللي متزوج بيك، او جابوا الحاج قانون باهاماس معترف به كاع عالميا، قانون باهاماس مش تعاين في الحاج. انت قانون باهاماس تما، مين تبغي تعاين الحاج تبغي تعاين الحاج ما تجبدش قانون باهاماس، ومين تجبد الغازي تجبد قانون باهاماس. رقراقي ساكن ما كان والو، رقراقي قال كل المنتخبات ما قالش الجزائر، ورشح الجزائر فانيك رشح الجزائر. هذاك هو الزوجة تاعو جزائرية، يعني رشح الجزائر ما عايش الجزائر كيما بالماضي من يشكر المغرب. فانيك بالماضي فانيك عمرو لا وصل للمغرب، عمرو لا قصف المغرب ولا استهزأ بالمنتخب المغربي، واو لله عمرو لا استهزأ بالمنتخب المغربي بالماضي. وكاين صحافيين عمرهم لا استهزؤوا بالمنتخب المغربي، يعطوه احترام خاطر على الناس اللي تعرف بولا يقول لك وصل دومي فينال. كي نهضروا على قانون باهاماس، حتى حنا كانوا عندنا لاعبين تاع قانون باهاماس، والكاميرون وكلتكم الحشيش، واو لله كاميرون وكلت لهنا الغاشي خاطش عليه العاطفة دو لعب تروا ما نبقاش نتبدى عليها خاطش عليه شوية. خلينا نعاودو نولو خاطش هذا مخنث، هذا هي على باقي يضل يعسبي بالشيخ شيهدر في رفيق واحد شيهدر في فلان شيهدر ويجيب يكعرف. جيبو جديد، جيبو حاجة جديدة، جيب حاجة جديدة، جيب قاعد تكذب كحمار. وين يرى باتريس موتيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ان نسخة كأس أمم افريقيا والتي سيحتضنها المغرب سنة 2025 ستكون الافضل في تاريخ القارة السمراء. وقال موتيبي في تصريحات صحيفة على هامش جلسة عامة للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش، أنظار العالم ستتجه إلى القارة الإفريقية خلال تنظيم المغرب لكام 2025. أنا واثق من أن هذه النسخة ستكون الأفضل في تاريخ كرة القدم الإفريقية، يضيف رئيس الكاف في تصريحاته. هذا وقال موتيبي إنه فخور بريادة المغرب في مجال كرة القدم، والذي توج مؤخرا باختياره لاستضافة كأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال. يعني بكل فخر، يعني وين نقولوها ونعاودو، المغرب هو الذي أعاد كأس العالم لإفريقيا، يعني حقيقة هذه خويا، هذه حقيقة ماشي كذب. الله قاعد تكذب انت هي وقاعدين نورمال عادي والناس مأمنة. انت انتوما كيما يجيو يدين يقزوكم انتوما او قولوا اي ما قال والو، قولوا له نورمال ما قال والو، شا قال ما سمعناش، ناس طايحين منا وهذا رقراقي ومنا رقراقي. الله ثمن شهور وما يهيشر فيكم.
هذا كذاب. وين قال لك وين ذاك واحد الاستاذ تاع فكاهة في المغرب وين هو قال يا كيقصر ساعق قال لهم الفيفا المغرب تلغي يسحبوا منها كاس اممي خرج هذا وخلاص عليك ها ها تخرج بهدلك انت حمار قال لك يا حمار قال لك يا ولدي اسكت قال لك مالك يعني بعد ما استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على الدول المستضيفة لكأس العالم 2030 واستند الفيفا بإجماع شرف تنظيم كأس العالم الذي يضم 48 منتخب في شكل جديد تجربة الأولى في 2026 في ملف مشترك بين المغرب البرتغال وإسبانيا ولأنه مونديال تاريخي أعلن فيها الفيفا الحدث فريد يعني من في 2030 بمناسبة المئوية الأولى لكأس العالم الحدث يتضمن إقامة أول مباراة لمنتخب باراغواي والأراغواي والأرجنتين على أراضي احتفال بمرور 100 عام على النسخة الأولى التي أقيمت في القارة السمراء القارة الأمريكية الجنوبية بالتحديد في بلد يعني الأوروغواي وهكذا ضمنت 6 منتخبات أول مرة تأهلها إلى كأس العالم دون تصفيات تصديق فيفا يعني وين في 2024 خطوة أخيرة على استضافة المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال كأس العالم 2030 وأوضحت فيفا أن اشتراط نجاح الدول الثلاثة إلى جانب الثلاثي الأمريكي في عملية تقييم مستمر حتى يجتمع كونغرس الفيفا المقرر في وقت لاحق من العام المقبل 2024 وفي جونفي القادم سيستقبل الفيفا من دول 3 ملفات نهائية لترشيح تنظيم مونديال وأعلنت الفيفا توزيع المباريات على الملاعب المغرب إسبانيا والبرتغال في المقبل قبل أن يكشف كونغرس فيفا تفاصيل كاف يعني كافة الخاصة يعني بتنظيم نسخة 2030 أن يعتمد نهاية هذا القرار نهائي هذا القرار كيف سيستعد المغرب لكأس العالم وانكشف لقجع رئيس اتحاد المغرب لكرة القدم منتدب مكلف بالملف تنظيم كأس 2030 كأس العالم قائمة مدن والملاعب التي ينوي المغرب تقديمها في النسخة التاريخية ويذكر في أن 6 ملاعب موزعة على 6 مدن مغربية بصدد استضافة مباراة في كأس العالم الملعب هي ابن بطوطة بطنجة أمير عبد الله في الرباط أدرا في أكادير ملعب فاس في فاس ملعب مراكش الكبير في مراكش وسادس الملعب الجديد في دار البيضاء يعني ناس وين تخدم خويا ملعب دار البيضاء كبير تصل سعته الى 112 ألف متفرج حيث من المنتظر ان يكون اكبر ملعب في المغرب يحتضن مبارياته في كاس العالم شو كيفاش استخدم خويا سبحان الله سيتخدم خويا ويا قاع ما تعرفين رقراقي قال لك الجزائر وين قال الجزائر ما تكذبش على تكذب حرام عليك على تكذب يا ولا انا نقول لك مسيلمة كذاب ما تغطيش الشمس بالغربال حكايتك راهي باينه وكاع الناس على بالهم بها
والدوسيات راهم في الكراج. يبوار يا واد الحلوف. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صعيتو خوتي.